يورق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى بلادنا. وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية تعقد اجتماعا لمناقشة تدخلات المانحين في قطاع التعليم. أهلا بكم، نبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز، حيث وجه سيادته برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية لأمير دولة الكويت حرص بلادنا على مواصلة العمل الجاد من أجل أن تنمو وتتعزز على مر الأيام علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. اجتمع المجلس الاستراتيجي الأعلى لسلطة منطقة وادي بوالحرة اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز. حضر الاجتماع رئيس منطقة وادي بوالحرة ووزراء الشؤون الاقتصادية والتنمية والمالية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والمدير العام لصندوق الإيداع والتنمية. وبعيد الاجتماع أدلى رئيس رئيس منطقة وادي بوالحرة السيد محمد والداف أدلى للموريتانية بتصريح التالي. بالفعل انعقد اليوم المجلس الأعلى لتوجيه الاستراتيجي للمنطقة الحرة لوادي بو الذي يترأسه صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز، وكانت مناسبة تم فيها عرض حصيلة لما تم القيام به من إنجازات في المنطقة الحرة في وادي بو، وكذلك ما تم من تحضير للمشاريع الهيكلية الكبرى التي ستسمح لهذا المشروع الاستراتيجي الكبير بالتكفل بالحياة الاقتصادية وبتنمية كبيرة في منطقة وادي بو. كما تعلمون إحدى أهم الضمانات لنجاح هذا المشروع هو الوصاية المباشرة والرعاية التي يحظى بها من طرف السلطات العليا للبلد ممثلة في رئيس الجمهورية الذي يترأس هذا المجلس الأعلى، وكانت فرصة أيضا للاستماع للتوجيهات النيرة التي أعطاها صاحب الفخامة في هذا المجال من أجل تكريس هذا المشروع الاستراتيجي الضخم على أرض الواقع. وبالفعل بدأت المؤشرات الأولية لإنشاء منطقة حرة في وادي بو تتجسد على أرض الواقع من خلال حزمة المشاريع التي بدأت بالفعل والتي خلقت جملة من مئات الوظائف في المنطقة الحرة، وكذلك بدأ بالمشروع أيضا من ناحية تبنيه من طرف الممولين الكبار خاصة البنك الدولي الذي يخصص غلاف مالي قدره 50 مليون دولار لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى من ميناء في الأعماق وادي بو بأمس الحاجة إليه، وأيضا بقطب تنموي في مجال صيد السمك بالإضافة إلى مطار جديد. هذه المشاريع نحن نعمل عليها يوميا من أجل تنفيذها في أقرب الأجل. شكرا. احتضن القصر الرئاسي صباح اليوم مراسم تسلم أوراق اعتماد سفيري الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وجمهورية العراق لدى بلادنا. وقد قدم الدبلوماسيان أوراق اعتمادهما لرئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز باعتبارهما سفيرين فوق العادة وكاملي السلطة لبلديهما لدى نواكشوط. تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد نور الدين كندودي بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور السادة فاطمة فال بنت الصوينع، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون أحمد الباهية، مدير ديوان رئيس الجمهورية عبد الله والابن حميدة مكلفين بمهمة في رئاسة الجمهورية، توتم ترقاد مديرة المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وبهذه المناسبة خص رئيس الجمهورية الدبلوماسي الجزائري بمقابلة حضرتها وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون،
وبعيد اللقاء أدلى السفير الجزائري بتصريح للموريتانية قال فيه: شرفني فخامة الرئيس محمد ولي عبد العزيز بمقابلة سلمته خلالها أوراق اعتمادي سفير للجزائر بجمهورية موريتانيا الإسلامية الشقيقة، وكانت الفرصة سانحة لتبليغه تحيات أخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتمنياته للشعب الموريتاني الشقيق بمزيد من الازدهار واضطراد التقدم. وأنا سعيد يعني كسفير هنا لتمثيل بلادي، وأعمل جاهدا على تحسين علاقاتنا الأخوية وإعطائها دفع جديد إن شاء الله حتى تبلغ مراتب أعلى إن شاء الله، وشكرا. كما تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد أسعد علي ياسين خلف السمرائي بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية العراق لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور السادة فاطمة فالم تصوينة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون أحمد الباهية، مدير ديوان رئيس الجمهورية عبد الله بن حميدة مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، الحسين سيدي عبد الله الدئي مدير الشؤون العالم العربي والمنظمات الإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون. وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية العراقي بمقابلة حضرتها وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون، وأدى السفير العراقي بعيد اللقاء بالتصريح التالي للموريتانية: شرف كبير لنا أن نتشرف بلقاء فخامة الرئيس هذا اليوم ونقدم أوراق الاعتماد سفيرا فوق العادة لبلدي العراق. العلاقات الموريتانية العراقية علاقات تاريخية وعلاقات طيبة ومشهودة، وتربط بين الشعبين روابط كثيرة، والشعب الموريتاني هو شعب طيب يحب العراق ونحن نحب موريتانيا، وإن شاء الله سنتعاون كثيرا وفي عدة مجالات، ونساهم في تطوير أيضا المشاريع والتنمية في دولة موريتانيا الشقيقة العزيزة على قلوبنا. القصر الرئاسي احتضن كذلك مراسم تسليم أوراق اعتماد سفيري كل من روسيا الاتحادية وجمهورية إندونيسيا، وقد قدم الدبلوماسيان أوراق اعتمادهما لرئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز بصفتهما سفيرين فوق العادة وكاملي السلطة لبلديهما لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. عزيز يتسلم بالقصر الرئاسي في نواكشوط أوراق اعتماد سعادة السيد سياريف سيامسوري بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لجمهورية إندونيسيا لدى بلادنا. جرت مراسيم تسليم أوراق الاعتماد بحضور كل من السيدة فاطمة فالمنت الصوينة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون، والسادة أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية، عبد الله بن حميدة مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، باسمبا مدير الشؤون الآسيوية والأمريكية. وأخص رئيس الجمهورية الدبلوماسية الإندونيسي بمقابلة بهذه المناسبة حضرتها وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون. وبعيد اللقاء أدلى الدبلوماسي الإندونيسي بتصريح للموريتانية قال فيه: A good opportunity for me just to present the credential to the president. كانت لي فرصة اللقاء بفخامة رئيس الجمهورية بصفتي سفيرا لجمهورية إندونيسيا، وسأعمل مع موريتانيا من أجل تعزيز العلاقات بين الدولتين، وقد وجدت لدى فخامة الرئيس استعدادا لتحسين علاقاتنا الثنائية، ونحن متفائلون للعمل معا، وستكون هناك دائما إمكانية لذلك. كما نقلت لفخامة الرئيس تمنيات الرئيس الأندونيسي، وسلمت فخامة الرئيس كذلك دعوة لحضور قمة الاتحاد الإفريقي وآسيا المقررة في إندونيسيا في شهر أبريل 2015، ونحن نأمل حضور رئيس الجمهورية لهذه القمة. Thank you very much. رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز تسلم كذلك بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد سعادة السيد فلاديمير فازيليفيتش بصفته سفيرا فوق العادة وكامل السلطة لروسيا الاتحادية لدى بلادنا.
جرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد بحضور كل من السيدة فاطمة فالم تصوينة وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والسادة أحمد والباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية عبد الله والبن حميدة مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية عبد القادر محمد أحمد مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وخص رئيس الجمهورية الدبلوماسي الروسي بمقابلة حضرتها وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون وبعيد اللقاء أدلى السفير الروسي الجديد بتصريح للموريتانية قال فيه السلام عليكم اليوم حدث في العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية وجمهورية موريتانيا الإسلامية حدث مهم تم قبل دقائق تم تسليم أوراق الاعتماد لسفير الجديد الروسي لدى الجمهورية الموريتانية الإسلامية ذلك مهم جدا وذلك يشير إلى أن علاقات ثنائية بين بلدينا علاقات متينة وقديمة وصديقة تقليديا وأثناء اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية نحن بحثنا عن مواضيع ذات المصالح المشتركة وكما تم التطرق في بعض المواضيع المتعلقة بطرق وأساليب تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وبين موريتانيا وشكرا احتضنت مباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعا خصص لمناقشة تدخلات المانحين في قطاع التعليم حضر الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية والتهذيب الوطني على رأس اللجنة المعنية بالموضوع وممثل الجهة المانحة بالشراكة مع الممولين واستعراض مشاريع التدخل وتسلط الضوء على مناخ الاستثمار أسباب حدث بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية للاجتماع بممثلي هيئات التمويل في بلادنا هذا الاجتماع يدخل في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد الحكومة مع شركائها في التنمية الشركاء الماليين والفنيين للاطلاع على الشراكة على تطورات هذه الشراكة بين الحكومة وشركائها قطاع التعليم كان الحاضر الأبرز في هذا الاجتماع حيث تم استعراض واقع وآفاق التعليم واستمع الحضور إلى عروض تتعلق بالخطط الاستراتيجية للتعليم 2015-2020 وكذا بأهداف ومكونات مشروع دعم المناطق التربوية ذات الأولوية 2014-2017 هذا الاجتماع اليوم كان مع الممولين المانحين وكان مهم جدا لقطاع التعليم لأن السيد رئيس الجمهورية أعلن هاي السنة سنة 2015 سنة التعليم وكان جماعة تشاور معهم وعرضنا عليهم استراتيجية للقطاع بصفة عامة واستراتيجية خاصة أيضا برنامج خاص بالمناطق ذات الأولوية في التعليم إياك نوصروا للأولاد موريتاني في أقصى بلد على التراب الوطني وبذاك السبب الحمد لله راينا وعدونا الممولين على انهم الله ان شاء الله تعالى يعودوا عند عون لذيك الاستراتيجيه وذاك البرنامج بصفه خاصه. ممثلو هيئات التمويل ثمنوا الشراكه مع بلادنا خاصه فيما يتعلق بقطاع التعليم والتزموا بمواكبه ودعم الجهود التي تبذلها الحكومه من اجل تطوير هذا القطاع. مداخلة المملكة العربية السعودية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية في قطاع التعليم فلله الحمد تمكننا من توقيع اتفاقيتين في الفترة القريبة الماضية أحداها بمنحة بمبلغ 10 مليون دولار سوف تم خلالها تنفيذ 35 مدرسة متكاملة نموذجية في إطار ما تهدف إليه الدولة في المدارس الاستراتيجية والمندمجة أول الموضوع الآخر وهو إنشاء كلية للعلوم الاقتصادية والقانونية في إطار الحرم الجامعي في جامعة نواكشوط بغلاف مالي مقداره 30 مليون دولار أمريكي وكلا المشروعين سوف يبدأ تنفيذهما إن شاء الله في الأشهر القريبة الاجتماع بالمانحين ومناقشة واقع التعليم وآفاقه وجه آخر من أوجه الاهتمام بالتعليم في سنة التعليم تفقد وزير التجهيز والنقل اليوم بعض الطرق التي يتم إنجازها على مستوى العاصمة وشملت زيارة التفقد المقطع الرابطة بين كارفور مدريد وتنس ويلم وبعض الطرق بدار النعيم
طرق في مرحلتها الأخيرة وأخرى قيد الإنجاز وأرصفة يتم إنجازها ورشات مختلفة وقف عليها وزير التجهيز والنقل السيد السلكول أحمد زيد به للاطلاع على غروف العمل بها والتعرف على المراحل التي وصلتها. رصيف الطريق الرابط بين كارفور مدريد وتقاطع طريق الأمل مع المقاومة وصلت الأشغال في مرحلته الأولى إلى 35%، أما الطرق التي تستفيد منها مقاطعات دار النعيم الميناء الرياض وعرفات والتي يبلغ طولها أكثر من 8 كيلومتر فقد وصلت الأشغال فيها إلى نسبة 80% بتنفيذ من المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق. كان لي شرف اليوم أني زرت مشروع توسيع طريق الأمل إلى يمكن هذه الطريق منها توسع بمسافة 6 متر لا ينزاد بها عرض الطريق ولا ينزاد الأرصفة ولا ينزاد وراء ذملي بليدات الحركة حركة العربات وحركة الأشخاص. نختار اللي نختار نقول لهون سكان واكشوط على انهم نختار ما يفتحوا عينيهم على ذا اللي يعدل في مدينتهم، ياك يشوفوا اولا يشوفوا عدد العمال على الارض اللي حدوده 300 من الموريتاني يشتغلوا في ذي المشاريع، ويشوفوا الماده المستغله اللي هي الحجاره الموريتانيه ويعرفون ذيك الحجاره وراها ورشات فادرار وبليدات اخرى وعلنها زاد هي يشتغلوا فيها المئات من العمال. مرتاح لهذا العمل ومنبهر به كاع، هو اللي كنت نقول للاخوه المعاونين، لان حقيقه العمل اللي هون مقام به على مستوى المرشوط جبار. بيد عامله وطنيه وبمواد محليه يتم انجاز الرصيف الرابط بين كارفور مدريد وتقاطع طريق الامل مع المقاومه. احنا الان بصدد انجاز المرحله الاولى اللي هي من عند كارفور مدريد الى كارفور تنسويلو بطول تقريبا 2 كيلومتر، ونظرا للتفكير الدولي في انشاء جسر والله محول على طريق على كارفور مدريد اضطرينا ان نتخطى ب 500 متر لتحت الفرصه لانجاز ذاك المشروع واستبدال ذاك الطول بطول من عند كارفور تنسويلو اللي له تقريبا يوصل يم تقاطع طريق الامل مع طريق الفلوجه. هذه المرحله الاولى اللي قلنا انها تقريبا طولها 2 كيلومتر بتكلفه مكلفه ميزانيه الدوله اكثر من مليار و100 مليون. طرق من المنتظر ان تساهم في انسياب حركه المرور بين مقاطعات واكشوط، وارصفه لتزيينها هي بنى تحتيه ضروريه لمدينه عصريه. ضمن وزير البيئة والتنمية المستدامة مستوى الشراكة في مجال البيئة والتنمية المستدامة القائمة بين موريتانيا وشركائها الفنيين والماليين. جاء ذلك خلال اجتماع احتضنته اليوم مباني الوزارة ضم شركاء القطاع الفنيين والماليين، تكرر خلاله اعتماد خطة عمل تشاركية كل 3 أشهر وعقد اجتماع سنوي لتقييم الحصيلة السنوية للقطاع. من السعي الدؤوب لتطوير قطاع البيئة ومن أجل السير به نحو مزيد من الفاعلية والإنتاجية، كان هذا الاجتماع الذي تم خلاله إطلاع الشركاء الفنيين والماليين للقطاع على السياسات العامة للدولة في مجال البيئة. هذا اللقاء يعد فرصة مهمة لي لأشكر وأهنئ المشاركين الذين يمثلون مختلف الشركاء الفنيين والماليين لقطاعنا. لقد تمكنا خلال هذا اللقاء من تقديم حصيلة لمنجزات القطاع خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009-2014 على المستويين المؤسسي والميداني، واستعراض برامج العمل المستقبلية التي يتم من خلالها تنفيذ سياسات الدولة في مجال البيئة. حصيلة عمل قطاع البيئة 2009-2014 وخطة العمل الوطنية للبيئة 2012-2016 والاستراتيجية الوطنية للسور الأخضر الكبير، إضافة للاستراتيجية الوطنية للمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي، مواضيع تم عرضها ونقاشها من أجل الخروج برؤية واضحة حول سياسة الدولة للنهوض بقطاع البيئة.
كشفت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني خلال ورشة خصصتها لتقاسم الخطط الإعلامية للمفوضية عن طريق استراتيجيتها المعدة في هذا الإطار. وتأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار إشراك القطاعات الوزارية ومختلف الفاعلين من هيئات مستقلة ومنظمات المجتمع المدني. تتمحور أعمال هذه الورشة حول تقاسم الخطة الإعلامية لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني للسنوات الثلاث القادمة، والتي تهدف إلى تطوير وحماية حقوق الإنسان في بلادنا والقضاء على مخلفات الاسترقاق والدفاع عن السياسة الوطنية لحقوق الإنسان. كما تركز هذه الخطة التي أعدها المفوضية قصد تحديد نشاطاتها على التوجيه والتوعية والتحسيس والتهذيب والتكوين بالوسائل المنهجية المناسبة، وذلك وفق محاور وبرمجة واضحة أخذت بعين الاعتبار إشراك كل القطاعات الوزارية والفاعلين المعنيين. إن مقاربة التشارك التي نسعى لانتهاجها وتجسيدها بالفعل هي التي قادتنا لتنظيم هذه الورشة، لنتقاسم مع كل الأطراف المعنية خطتنا الاستراتيجية للإعلام بموضوعية ومنهجية، وذلك بعرض محتواها وأبعادها ومستلزماتها من موارد. ليس الهدف من تقاسم هذه الخطة الحالية أن نبلغكم بمضمونها ونطلعكم عليه فحسب، وإنما زيادة على ذلك نود تصويب آرائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم التي نرحب بها، وستلقى من لدنا ما يناسب من عناية وجدية كي يخرج الصواب وتعم الفائدة. ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بلادنا السيد أكهارد ستارنز قال إن إعداد استراتيجية إعلامية على أساس مركز المعلومات والتحسيس والتوثيق يعتبر مقاربة مناسبة وفعالة للولوج السريع للمعرفة والخبرة المتاحة، مؤكدا التزام هيئته في إطار الشراكة مع المفوضية في وضع هذه الخطة قيد التنفيذ. وقد تابع المشاركون خلال الورشة التي دامت يوما واحدا عرضا مفصلا حول التعريف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني وبرامجها والخطة الإعلامية المعروضة للنقاش. ونبقى في مجال حقوق الإنسان، حيث يستفيد موظفو وأطر مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني من دورة تكوينية حول آليات العمل الإنساني وسبل ترقية حقوق الإنسان. وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التكوينية التي ينظمها معهد جنيف لحقوق الإنسان وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بموريتانيا. ضمن الدورات التكوينية لممثلين عن عدة قطاعات حكومية موريتانية حول آليات حماية حقوق الإنسان التي تنظمها مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان وممثلية مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بموريتانيا، انطلقت دورة تدريبية لصالح أطر مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني حول آليات حماية حقوق الإنسان. المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني في كلمته ذمن هذه الدورة مبرزا أنها فرصة لاكتساب خبرات ومهارات ستنعكس على أداء موظف القطاع. الدورة التكوينية الحالية ستتناول مواضيع هامة تتعلق بالآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان ومنهجية التعامل مع الآليات غير التعاقدية، لذا فإنني أدعو المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذه الدورة والعروض المقدمة من طرف طاقم متميز من الخبراء الدوليين. المشرف على الدورة التكوينية سيد كمال المشرقي أكد أن هذه الدورة تأتي ضمن توجهات معهد جنيف الدولي التي تسعى إلى ترقية حقوق الإنسان وتمكين الفاعلين المعنيين من الخبرات العلمية وتوسيع ثقافة حماية حقوق الإنسان. بدورها السيدة مهريت برهان الخبيرة بممثلية المفوضية السامية لحقوق الإنسان بموريتانيا أشارت في كلمتها أن هذه الدورة هي نموذج للتعاون بين موريتانيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال تطوير العمل وحماية الحقوق. 15 عنصرا من موظفي وأطر مفوضية حقوق الإنسان سيتلقون عروضا حول السبل والآليات التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان وثقافة العمل الإنساني. هذه الدورة يعول عليها في دعم قدرات
الموظفين في القطاع للإلمام بمجموعة من المبادئ والمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك الآليات الدولية لحقوق الإنسان، سواء كانت آليات عامة مثل ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية. تبرع عنها دورة مهمة ومحتاجين كنا لها، لأن عمال في هذا القطاع نحن هم أول حد مسؤول عن تطبيق هذه الآليات. بواصفنا أطر لابد أن نعودوا نحن هم اللبنة الأساسية في هذا المجال. دروس نظرية ونقاشات مقدمة من طرف خبراء دوليين في مجال الحقوق والعمل الإنساني على مدى 5 أيام، ينتظر منها أن تضيف معلومات وخبرة لموظفي قطاع هو المعني والأقرب لحماية وزرع ثقافة حقوق الإنسان. وصل إنجاز مشروع المستشفى الجهوي لمدينة كيفا مراحل متقدمة، حيث ينتظر أن يلبي الحاجات الاستشفائية لسكان وسط وشرق البلاد. ويتوقع أن يشمل هذا المستشفى الذي يتم إنشاؤه في إطار التعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية، من المنتظر أن يشمل جميع التخصصات الطبية. يعتبر المستشفى الجهوي الجديد لمدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة من أكبر المرافق الصحية على المستوى الوطني بل في شبه المنطقة. ويتوفر هذا المستشفى الذي ينتظر أن يكتمل إنجازه في 24 من ديسمبر 2015 على كافة التخصصات الضرورية، إضافة إلى جناح خاص بالأمراض المعدية وأجنحة أخرى. ويأتي بناء المستشفى الجهوي الجديد بكيفا في إطار التعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية بغلاف مالي بلغ 6.5 مليار أوقية. هذا هو ليعود مركز الاستطباب في كيفا الجديد إلى يتحول شورو هذا اللي قديم. الهدف من بنائه كان أولا وجود بناية عصرية على معايير دولية حديثة آخر المعايير، والثانية من ناحية ما اللي عود يلبي الطاقة الاستشفائية اللي مطلوبة في المنطقة، وظهرنا عنها الشكل اللي تراعوا فيه البناية لا يتعود في المستقبل بكافة أجنحتها قادة تعود بلد يرتفع له المواطنين من ولايات شرقية كاملة وولايات الوسط. لا يعود ما اللي عنده مميزات أخرى كيف هون قدام عند ظهوركم هون في مثلا مكان الأمراض المعدية، لا يعود عندها مكان معزول فيهم اللي قسم للحروق هذه الخطيرة هم اللي ما كان أصلا موجود في مستشفياتنا الوطنية. قرار إنشاء المستشفى الجهوي الجديد في كيفا جاء في إطار تشاور مع الطاقم الطبي المحلي من خلال إعداد تشخيص للمتطلبات الصحية لولاية العصابة. هذا المستشفى وعدل وخطط له وبرمج محليا، معناها زاد البعثة الصينية اللي مشات الدولة هون نعطاو لها أوامر عنها تجاوب مع المطالب المحلية للفرق الفنية والإدارة وذلك أساسا، وعدل مخططه هون في كيفة وحسب الحاجيات اللي ظاهر للفنيين عنها هي المطلوبة. هذا هو اللي يميزه، مثلا ما هو لا بليده مخطط في مكتب في نواكشوط والله في مكتب خارجي ولا هي تندار هون. بناء مستشفى جهوي بهذا الحجم في مدينة كيفا سيوفر الخدمات العلاجية للولايات الشرقية من الوطن في إطار سياسة وطنية شاملة تستهدف تقريب وتطوير المنظومة الصحية في جميع مناطق البلاد. إذن مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل تلتقون عبد الحميد سالم في أخبار الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا بت اليدالي وتحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم معنا فيما استجد وطرأ الساحة الرياضية الوطنية. واصل المحترف الموريتاني الدولي الشيخ الفلاني تألقه مع ناديه العماني النهضة، حيث سجل له اليوم هدف التعادل ضمن المباراة التي فاز بها النهضة على حساب ضيفه الوحدة السوري خلال افتتاح منافسات النسخة 12 من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. النهضة حقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جرى بملعب المجمع الشبابي،
حيث تقدم الوحدة بهدف اللاعب محمد جعفر وعادل للنهضة الدولي الموريتاني الشيخ وللهلاني. وفي الشوط الثاني أحرز لاعب النهضة سالم الشامسي هدف الفوز للنادي العماني، ويعد هدف للفلاني اليوم هو الخامس له مع ناديه العماني منذ وصوله إليه قادما من نادي تفرق زينة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. أجرى رئيس جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين الدكتور محمد الحسن صباح اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة اجتماعا موسعا مع السيد عبد الله المري الأمين العام للجنة الإعلام الرياضي بدولة قطر. وخلال الاجتماع تطرق الطرفان إلى السبل الكفيلة لتعزيز علاقات التعاون المثمر بين المؤسستين الإعلاميتين الرياضيتين، حيث أكد الأمين العام للجنة الإعلام الرياضي القطري استعداده لتحقيق تعاون مشترك مع جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن عبر تحديد نقاط مشتركة لتوقيع اتفاقيات تعاون وتكوين خدمة للإعلام الرياضي في كلا البلدين. تم صباح اليوم التوقيع رسميا من طرف إدارة نادي تبرق زينة ممثلة في رئيسها السيد موسى والخيري مع المهاجم المالي سوف فافافنا، وذلك من أجل تعزيز الخط الهجومي للنادي. وكان المهاجم المالي فافافنا قد لعب لعدة أندية من أبرزها نادي ASP باماكو المالي وأسباكار وجاندار السنغاليين، كما تعاقدت إدارة النادي صباح اليوم أيضا مع المدافع المالي محمد تراوري، ويعد هو اللاعب من بين أصحاب الخبرة في القارة الإفريقية، حيث لعب لنادي جوليبا واستاد الماليين ونادي FC نيجي من النيجر، إضافة إلى نادي واري يورو الآسيوي من سنغافورة. ويسعى نادي تفرق زينة من وراء هذه الانتدابات إلى حصد ثنائية الكأس والدوري للموسم الرياضي الحالي. هنا نضع نقطة في نهاية سطر نشرتنا الرياضية هذه بعد الفاصل، العودة إلى بث اليد علي. شكرا عبدو. ختام هذه النشرة بالتذكير بالعناوين. المجلس الاستراتيجي الأعلى لسلطة منطقة وادي الحرة يجتمع في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية تسلم بالقصر الرئاسي أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى بلادنا. وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية تعقد اجتماعا لمناقشة تدخلات المانحين في قطاع التعليم. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام.